اللغة والتخاطب أتوقع كذا. والله ما أدري، ما يحضرني الفارق. طبيب نطق. اللغة والتخاطب أتوقع أنه حق صعوبات فهم أو شيء زي كذا. ما أعرف أنه يعني مختص في عملية الحلق البلع والأذن، ما يتعلق بها، ما يتعلق بالحلق والأذن وما حولها والنطق أيضا. أخصائي التربية الخاصة متعلق بالمجال التعليمي أكثر، ممكن يعنى بالطرائق أو السبل أو الوسائل اللي تعين الشخص على تعلم أفضل. التربية الخاصة هو المسؤول عن الصم والبكم والأمراض هذه يعني. طبيب النطق أعتقد أنه يعتني بالأطفال بصعوبات النطق، ويتدخل في العملية بعد العمليات الجراحية بعد الغيبوبة. أعتقد أنه بالنسبة لطبيب النطق مع التربية الخاصة فلا بد من الطبيب. ممكن طبيب نطق. لغة وتخاطب. طبيب نطق. ما يحضرني فيها فروق، هذه اختصاص طبي. لا ما أعرف فرق صراحة. لا للأسف ما أعرف. والله ما أدري لا فرقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد فرحات، طبيب تخاطب. نراجع جميع حالات التخاطب، أمراض التخاطب بدءا من أمراض الصوت وأمراض البلع وأمراض الكلام وأمراض اللغة. ونظرا للخلفية الطبية عندنا بنقوم ببعض الحاجات المهمة زي مناظير الصوت ومناظير البلع ومناظير الخنة أو الخنف المفتوح. وفي بعض الأماكن أو بعض الجامعات على مستوى العالم يقوم طبيب التخاطب بإجراء بعض الجراحات البسيطة في الحنجرة، مثل استئصال بعض الإصابات بالحنجرة أو عمليات الحقن. السلام عليكم، أنا اسمي صالح السويلم، أخصائي أول اضطرابات التخاطب. عملي يعتمد على تقديم خدمات تأهيلية عيادية للأطفال اللي يعانون من مشاكل في اكتساب اللغة أو مخارج الحروف أو طلاقة الكلام أو جودة الصوت بشكل عام، بالإضافة إلى مشاكل في البلع. معظم الحالات اللي نتابعها تكون ناتجة عن أمراض أو أعراض صحية طبية، بالإضافة إلى مشاكل في النمو أو مشاكل في السلوك، مثل اضطراب طيف التوحد، الأطفال اللي عندهم شلل دماغي، عندهم متلازمة مؤثرة على مهارات التواصل، التلعثم والتأتأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميدان التربية الخاصة يسمى كل من يعمل في هذا المجال إلى أخصائي التربية الخاصة أو معلم التربية الخاصة. أما معلم تدريبات النطق فبالإمكان إيجاز مهامه في النقاط التالية: أولا إعداد خطة تربوية فردية ذات أهداف قصيرة مدى وبعيدة مدى، وكذلك التدريب على نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح وسليم.